الاخوان نشكركم على الوقفه ديالكم والتضحيه ديالكم والصمود ديالكم وكذلك الوحده ديالكم من اجل انتزاع الحقوق، انتزاع المطالب المشروعه طبعا اللي كندافعوا عليها دائما للعمال اللي كيشتغلوا في هذا الرحى. هذا الرحى كما كتعرفوا الاخوان راه ماشي سهله، هذه اول رحى اللي كتاسس في مدينه الناظور وفي الجهه الشرقيه ككل، يعني هذه رائده ديال هذه المؤسسات الانتاجيه في الاقليم ديال الناظور. من العيب ومن العار انها تعدم بهذا الشكل بسبب التدبير الفاشل ديال الاداره ديال المؤسسه، بسبب التعنت ديال الاداره ديال المؤسسه، بسبب الفشل الذريع ديال الاداره ديال هذه المؤسسه. كما كتعرفوا الاخوان عقدنا واحد المجموعه ديال الاجتماعات مع هذه الاداره طبعا بحضور السلطه واحد مفتشيه الشغل طبعا، لان كنحاولوا دائما اننا نوجدوا الحلول ما نوصلوش لهذه الدرجه هذه ديال الوقفات ولا ديال الاحتجاج ولا ديال التصعيد الى اخره. لكن مع الاسف كما قلت لكم هذه الاداره الفاشله دائما النهج ديالها والاسلوب ديالها هو التهرب. النهج ديالها والاسلوب ديالها هو يعني التحجج باشياء غير معقوله وغير مضبوطه. اللي وصلنا لهذه الدرجه واللي وصلنا لهذه اللحظه هذه ديال الوقوف هو اقدام اداره الشركه على نهج داك ما يسمى بشوماج تكنيك او العطاله التقنيه. هذه العطاله التقنيه اللي احنا عطينا مقترحات قبل وجلسنا مع واحد المدير الله يجزيه بخير جاو معنا في واحد الشق، لكن المدير الحقيقي ديال هذه المؤسسه ما بغاش يتجاوب وما بغاش حتى يحضر مع الـ 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 يعني المجتمعون في مع السلطه، يعني باش نوجدوا الحلول. مع الاسف وصلنا لهذه الدرجه هذه، ان عيب كما قلت لكم ان هذه المؤسسه اللي رائده في الانتاج الاقليم توصل لهذه الدرجه بسبب بسيط هو التحجج ديالهم هو انك تقول راه ما عنديش الفلوس انا باش غادي نجيب الزرع. هي العمل كاين، الانتاج كاين، التدبير الفاشل هو اللي دار هذا الشيء، هو اللي وصل هذا الشيء. لذلك كنحملوا كامل المسؤوليه للاداره ديال المؤسسه انها باش توجد حل جذري، حل واقعي لهذه المعضله. عيب ان هاد الناس هاد العمال اللي كاينين الان اللي هما انتوما الغالبيه ديالهم قرب التقاعد انهم يتمسوا في الصلاه ديالهم، يتمسوا في الشغل ديالهم، يتمسوا في الكرامه ديالهم، لان كما قلت لكم راه الغالبيه العظمى قربت للتقاعد، بمعنى انه ما بقاش لها عاد فين غتمشي تشتغل، ما بقاش لها عاد فين غتمشي تغير الاشتغال ديالها، الاشتغال ديالها الواحد هو هذه المؤسسه، بمعنى انه فناو العمر ديالهم كله في هذه المؤسسه، وفي الاخر بجرد قلم وبسوء تدبير ان غادي نجيو نعدموا هذه العائلات كلها اللي كتفتت من هذه المؤسسه، اللي طبعا يعني فناو العمر ديالهم كلها في هذه المؤسسه. نشط حفيظه هركاش احد اعضاء المشسقه المكتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين، نوز نهارا ذاني تاني باش ننظم راك الاخوان نغ يجي الوقفايا نشين تتعزي المسؤولين، لان اساسا هني نشين غنغ الحوار تتا الحوار تبغى يوقع الحوار، ولكن اللي حدي الان المسؤول الضحايا قينده ما مش نتورى شي الاغلبيه غاسن على حساب يوضن غاسين التقاعد. بالنسبه للطريقه اني شوماج تكنيك يوفين قضين عده تخريجات، يعني الشوماج ديني تخريجات الطاس كونطابلومون لقى غاسن الشي الاداريه اي لو كونطابل ني ليكسبير كونطابل قضيني طاس تخريجات قانونيه كني والدارين نهني والدارين، ولكن لقى ما يمكنش مثلا تقدر مش سقان اسن تحسب ذا زين نشها نثني مثلا نيني قارب مثلا يجني قيمه عماين قيقص هذه يخدم 4 سنين باش يعوض على حساب لي جوغ او موا بعدا. بالنسبه للكونطابليه يتقاد تخريجايا قانونيه غير قانونيه انت تزيس هذه خصها شويه ذراع الظروف نيوذانا اذا يخدم من سنين قاع حشومة قاع شنو مش سقان الشركة يا معروفة ذي الإقليم معروفة وطنيا معروفة غاون كارو أتقي مش سقان أتنضاثا والنص ستقان الطريقة قصيدة بويق برشام أنايا
نشين كم كتب قانون زدن أن تفقد زائد نعلن التضامن ولكن قوان تسقريشة أنا حنق اجتماع طارئ أكني ونبلغ أبري من غانك وتحية نضالية وتمني غزي جميع المسؤولين التدخل السريع لأن المغرب يقوى غيجن السياسة السياسة الملك يقارش يعني الفئة الهشة يعني محاربة تحسين الوضعية الاجتماعية ذي ان التص مش سقان الحكومة قد تقع على حساب لا سينيسيس يعني التص مش سقان تقوم زيس المغرب التعديلات من اجل تحسين هذا وينات الوضعية نشين الشركة مش نوثة المسؤولين مش نوينا طعنا نقص الطريقة قد طعنا ذي الدستور من المغرب طعنا ذي الإرادة السيادة المغربية صدقة طعنا حتى ذي مش سقان ذي التوجيهات الملكية إذا رجع مشوية يخف نوم والتحية نضالية وبالنسبة لنتشكر التصن الموقع نادور سيتي إذا غير رافقان يترافق يوذانا يبدا يحاول عن طريق يعني الإعلام باش تبلغني الرأي العام والتحية النضالية. نعيم فاضل أبرانو كاتب العام النقابة المحلية كنطلبوا من السلطات تدخل يلقى لنا الحل لهذه الشركه هذه وكنطلبوا من الارباب هذه الشركه يدخلوا يشوفوا مع هاد المسؤولين المحليين اللي عندهم هنا ياخذوا لنا شي حل. درنا جميع المحاولات مع السلطه مع الاخر ما لقينا حتى شي حل لحد الان ما كاين لا جواب ولا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحيه لموقع نادور سيتي على مواكبتي هذا الحدث اللي كما كتعرفوا كيعرف الجميع المتمثل في الوقفه الاحتجاجيه اللي كياخذوها عمال مطاحن النصر الكبرى بسلوان. هاد المطاحن اللي كما كيعرف الجميع انها يعني رائده في الانتاج ديال الدقيق في اقليم الناظور وكذلك حتى في الجهه الشرقيه لها تاريخ كبير. اسباب الواقعيه اللي جعلت ان هاد العمال يخرجوا في هاد الوقفه الاحتجاجيه هو اقدام اداره الشركه مؤخرا على تنفيذ يعني واحد اللي كيتسمى العطاله التقنيه او بالفرنسيه الشوماج تكنيك. هاد العمليه اللي اقدمت عليها اداره الشركه انها اثرت بشكل سلبي على العمال وكان موضوع رفض ديال العمال ولا ديال المكتب النقابي ديال العمال في هذه الشركه لاسباب متعدده. هو انه لا في الوقت الراهن لا يتطلب الدخول في هذه العطاله التقنيه لان الانتاج كاين وكاين واحد المجموعه ديال الامور لا تستدعي لهذه العطاله التقنيه. العطاله التقنيه شكون اللي تسبب فيها؟ هو الاداره ديال المؤسسه، التدبير الفاشل ديال هذه الاداره اللي ما كتستجبش اللي ما كتحركش اللي ما كتقومش بالواجب ديالها سواء في 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 المبيعات او في مسائل اخرى او في في الاداره او في الحكامه في الاداره. يعني هما السبب في اخراج هاد العمال الى الوقوف والاحتجاج للاسباب السالفه الذكر. طبعا احنا كاتحاد عام سبق لنا ان عقدنا واحد المجموعه ديال الاجتماعات على مستوى بشويه سلوان ودرنا واحد المجموعه ديال المراسلات للجهات المسؤوله من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه ومن اجل ايجاد حل لهاد المشكل. لكن مع الاسف دائما الاداره تتهرب من الجلوس الى طاوله الحوار للاسباب السالفه الذكر فاضطر العمال الى الوقوف والاحتجاج لاسماع صوتهم الى الجهات المسؤوله من اجل التدخل لايجاد حل لهذا المشكل.